على مستوى الهجومي من الاوتوماتيزم يكون احسن، ويكون معي التشكيل الفرص يكون احسن، وان شاء الله ناخذ مع الشهيرين وان شاء الله نتفقنا. معناها ما نجمش نعطي المرسير دي كادو، معناها نعطيه كادو كله، معناها في الصوره نعطيه ثقه باش يرجع في المباراه، او نعطيه معناها كادو باش نعطيه نقاط ولا حاجه. هذا الشيء اللي قاعدين نخدموا عليه. ما يلزمش يكون اخطاء كيما هكا، ما يلزمش تكون فما اخطاء كيما هكا، معناها خاصة معناها الأخطاء الفنية، معناتها الأخطاء تاع التمركز والأخطاء التكتيكية قاعدين معناها مصابين ونصلوا فيهم كيما يلزم، ولكن فما أخطاء فنية تاع سوء تفاهم ولا حاجة هكا ولا براس، معناها هذه تكون واحدة هذوما حاجات ما يلزمش يصيروا، ما يلزمش يصيروا في المستوى هذا وفي المستوى تاع الترجي التونسي ولا لاعب في الترجي التونسي. دونك فاهمين الشيء هذا، نخدموا ونلعب باش نخدموا ونصلوا كيف معناها جبدت على النجاعة. بالنسبة لنا احنا النجاعة ما زال ماهيش 100% كما نحن نأمل معناها باش تكون، لأنه إذا تخلق 6 أو 7 فرص معناها وتخرج نتيجة تعادل 1-1 كما صار في تطوير، ولا اليوم كيف معناها في 1-1 يجود 3 أو 4 فرص وما تخطوش الماتش وتماركي ثاني قبل ما تعادل المشاور قبل ما ترجع في المباراة، هنا عندنا مشكلة على مستوى النجاعة ويزلنا معناها معناش وقت باش نزيدو نمشيو وقت، لازم تيسع تحل المشكلة هذيا، ولازم معناها في أقرب وقت نصلحوها إن شاء الله. ما لعبناش جملة 4-3-3 في الرسم التكتيكي اليوم، أنا با وقتي بور 4-3-3 جملة معناها، لعبنا 4-2-3 معناها بدقة ودربالي وقدامه مارو كروم 10 معناها ريجيسور، وقدامه بولو في اليوم قاعدين نلوجوا في الحلول على المستوى الهجومي، نلقاو في الحلول معناها كسوا اللاعبين اللي شاركوا من البطولة العربية واندراجها حتى باش الماتش هذا، كسوا قاعدين نلقاو مع في الحلول مع اللاعبين الموجودين معناها كسوا في الكولوار ولا حاجة باش نلقاو حل. يعني اليوم تحب ولا تكره معناها المشكل الكبير اللي موجود هو معناها وعنده مدة اللي هو راس الحربة، اللاعبين الوليدات الصغار قاعدين يدخلوا ما يقصروش معناها باللي عنده. دونك احنا كيما بدينا من 4-2-3-1 بعدين دخل ساس معناها كريجيسور بلاصتو مارو بالتغيير اللي قمنا به تاع عزيز عبيد، ولا هو فون سونتر وكل رجع على الرواق الايسر نتاعو غشا كيف رجع على الرواق الايمن. دونك هذوما هما عموما الحلول اللي كنا معناها اللي عندنا واللي متوفرين واللي كنا نجمو نعملوهم. معناها كيما قلت لك ان شاء الله مهاجم يكون حاضر الاسابيع الجايه باش تكون عندنا حل افضل وحلول افضل، معناها ومبيرتي غشا وبوغرا في البلايص نتاعهم، وساس معناها يلعب هو على الكلور اليمين يلعب 10 بي بون اون لو فوا في الكورس هذوما بتتر 10 يكون يعطي اكثر حلول هجوميه ويكون بلو ديسيزيف معناها ملي يكون على الكلور، ولكن الضروره كان اذا كان يستحق لعب في البوست هذاك لازم نلقاو الحلول لازم نقدمه، هذا هو الاهم وهذا هو المفيد. بقينا على مستوى لي كونتر فريق متلوي عنده كونتر ممتاز ما فيش شك معناها، والاخطاء كما قلت لك ما نجمناش نحن نقولوا اخطاء على فريق اللي هو يلعب بين كلوك معناها طايع ويلعب على كونتر وعنده سلاح نتاعو، عنده ترا جوار كي سون لابيد القدام وهذوك هما اللي حطوا الفرق في الهدف، والهدف الثاني كيف كادور من عند احنا معناها الكرة كانت عندنا اعطينا الادفرسير باش لعبوا اعطينا كورنيل باش لعبوا، وبعدين احنا كنا نايف معناها في الكرة الأولى ضربت فينا ربيع ودخلت معناها. هذوما أخطاء ما يسموش تعارض معناها خاصة على مستوى الدفاع، وإلى فترة ما هي صار إن شاء الله كما قلت لك ربي يوفقك إن شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.